السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. حلقه اليوم سنخصصها للحديث عن ملف الانتهاكات الصحفيه والاعلاميه خلال العام 2018، وايضا تقارير المنظمات حول واقع طمع الحريات الاعلاميه. إذن رصدت نقابة الصحفيين 226 حالة انتهاك طالت صحفيين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية خلال العام 2018. وبحسب التقارير أو التقرير الخاص بوضع الحريات الصحفية في اليمن الصادر عن النقابة، فقد ارتكبت ميليشيا الحوثي 136 حالة انتهاك، فيما ارتكبت جهات وهيئات عسكرية وأمنية تتبع الحكومة 68 حالة، وارتكب التحالف 11 انتهاكا. إلى ذلك سجل مرصد الحريات الإعلامية 144 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2018، مطالبا جميع الأطراف في اليمن برفع القيود التعسفية عن الصحفيين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين تمضي الحريات الصحفية في اليمن في ظل الانتهاكات المتعددة؟ وماذا يمكن أن تقدمه الجهات الدولية والمحلية للضغط من أجل إيقافها؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. يواصلون الخوض في مهنة المتاعب والتعرض للانتهاكات من أجل إيصال الحقائق، هكذا هو حال الصحفيين اليمنيين بعد أن زادت الاعتداءات بحقهم بين قتل واختطاف وتعذيب، ومن ينجو من كل ذلك يختار حياة المنفى، وهي مرحلة جديدة من الشعور بالابتعاد عن الوطن والحنين لبلدهم. نقابة الصحفيين وفي جديد تقاريرها رصدت 226 حالة انتهاك طالت صحفيين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية خلال العام 2018، وبحسب تقرير النقابة فقد ارتكبت ميليشيا الحوثي 136 حالة انتهاك، فيما ارتكبت جهات وهيئات عسكرية وأمنية تتبع الحكومة 68 حالة، وارتكب التحالف 11 انتهاكا. لم يتوقف الأمر عند حالات الانتهاك بحق الصحفيين فقط، بل طالت الانتهاكات الوسائل الإعلامية والناشطين في مجال الإعلام، حيث سجل مرصد الحريات الإعلامية 144 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام الماضي. الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف المؤسسات الإعلامية، وطالب المرصد كافة المنظمات الدولية والحقوقية بتكثيف الضغط للإفراج عن المختطفين. وضع الصحفيين أصبح مخيفا جدا في اليمن، هذا ما خلصت إليه جميع التقارير الدولية والمحلية، فقد قتل 42 صحفيا وناشطا إعلاميا منذ بداية الانقلاب، إلى جانب اختطاف أكثر من 400 صحفي، ولا يزال البعض منهم في معتقلات جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، ومر على البعض منهم أكثر من 3 أعوام. تهم عديدة ومحاكمات غير شرعية توجه للصحفيين بسبب آرائهم وكتاباتهم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وبالمقابل تستمر حالة الانتهاكات للحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والتحالف، وهي دائرة مأساوية يقاسي تبعاتها الصحفيون كل يوم. إذن للحديث سينضم إلينا من جنيف نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد نبيل. إذن أصدرت النقابة نقابة الصحفيين تقرير عن واقع الانتهاكات بحق الصحفيين خلال العام 2018. كيف تنظرون في نقابة الصحفيين إلى واقع الحريات الإعلامية إجمالا؟ التقرير لهذا العام لا يختلف كثيرا عن التقارير السابقة التي أصدرت في الأعوام الماضية. مزيدا من الانتهاكات، مزيدا من المخاطر ضد الصحفيين. الجميع الأطراف يعتبرون الصحفي عدوا، ما زال الجميع يحرض على الصحفيين. أيضا ما زالت حملة الاختطافات والاعتقالات يعني متواصلة حتى الآن. الرقم مخيف جدا فيما يخص الاختطافات والاعتقالات، 86 حالة اختطاف، وهي النسبة الأعلى من بين الانتهاكات. أيضا هناك طبعا الميليشيات الحوثي هي من اختطفت العدد الأكبر من الصحفيين، ومن ثم جماعات مسلحة منفلتة تتبع الحكومة الشرعية. نعم.
قامت بالاختطاف العديد من الصحفيين أيضا. هناك العديد من الاعتداءات، تقريبا 17 اعتداء على الصحفيين في مختلف المناطق، بينها اعتداءات يعني كانت نتيجتها بعض الإعاقات للصحفيين. أيضا هناك الشروع في القتل وهي 10 حالات، يعني هذا برضو مؤشر خطير، إضافة إلى مصادرة وإلى ما سبق 15 حالة مصادرة، وإلى ما سبق مصادرته خلال الأعوام الماضية من الحرب. ما الذي تبقى من الصحافة والصحفيين ليصادروا؟ هناك كارثة حقيقية. أيضا في هذا العام هناك مؤشر خطير وهي محاكمة حوالي 17 حالة محاكمة واستدعاء، وبالتالي هنا إشارة معينة إلى أن الميليشيات الحوثية مثلا في صنعاء تحاول شرعنة اختطافها واعتقالها للصحفيين بإحالتهم إلى النيابة والمحاكمة من أجل شرعنة عملية الاختطاف والاعتقالات والإخفاء القسري، بالإضافة إلى قيام بعض الجهات التابعة للحكومة باختطاف الصحفيين ومن ثم تقديمهم للمحاكمة بعد شهر أو شهرين من اختطافهم وإخفائهم قسرا. وبالتالي هناك الأطراف تريد شرعنة عملية اعتقال وتكميم الأفواه من خلال تقديمهم للمحاكمة، لكن في النهاية الموضوع هو أكثر من محاكمة وأكثر من محاولة للحد من الحرية الصحفية، هو قمع واضح ومنهج للصحافة والصحفيين. إضافة إلى أن 38 حالة لحجب المواقع الإلكترونية تتحمل جميعها ميليشيات الحوثي بحكم أنها مسيطرة على وزارة الاتصالات وعلى الإنترنت في اليمن. أضف إلى ذلك أن العام الماضي تقريبا هناك 160 حالة حجب لمواقع. أيضا التعذيب يعني وما زالت هذه العملية للصحفيين المعتقلين لدى الميليشيات، 5 حالات تعذيب للزملاء الصحفيين والآن يعرضون على النيابة والمحاكمة، إضافة إلى عمليات إيقاف الرواتب يعني الزملاء في صنعاء وفي المحافظات التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثي لا يزالون بدون رواتب للعام الثاني على التوالي، وهذه مسؤولية تتحملها الجهات المختلفة، الحوثيين وأيضا الحكومة الشرعية التي ترفض تسليم مرتبات الصحفيين. أيضا منع من التغطية، هناك 9 حالات وكلها يعني الميليشيات الحوثية هي من قامت بهذه الجانب. إغلاق مكاتب وسائل الإعلام جميع الأطراف، 3 حالات لإغلاق مكاتب، وأيضا الجريمة الكبرى وهي 10 حالات القتل خلال العام الماضي. المؤشر يقول بأن عدد حالات القتل للصحفيين تزيد عن 32 حالة قتل منذ 3 سنوات، وهذا رقم خطير جدا يجعل اليمن في رأس قائمة الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين. نعم. إذن سيد نبيل تكرم بالبقاء معي، سأشرك معنا في النقاش السيد عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، سينضم إلينا من صنعاء. سيد عبد الباري مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عبد الباري. يعني انتهاكات صحفية بالجملة، يعني كيف ترى إلى واقع الانتهاكات الصحفية خلال العام 2018؟ الحقيقة تكرر نقابة الصحفيين اللي استمعت إليه من الأستاذ نبيل يعني مفجع جدا، ولكن حقيقة الأمر الأمور أكثر فجائعية وأكثر يعني بشاعة من التقرير نفسه، لأن الحياة السياسية، الحياة العامة والديمقراطية، حرية الرأي والتعبير مصادرة بالمطلق. يعني ما يعني التقرير 226 الحالة التي رصدتها النقابة مفجعة بحق، يعني وبالفعل تدلل أن الوضع الصحفي ووضع الصحفيين في اليمن في حالة الخطورة شديدة جدا، وتتشارك كل الأطراف على تفاوت في هذه الانتهاكات، في الخط، في التهديد بالقتل، في المصادرة، في الإغلاق، في الحرمان من الراتب، في تهديد الحياة. نعم. تمارس من قبل كل الأطراف، لكن المأساة الحقيقية يا أخي هذه الحرب التي تقتل الحياة وتصادر يعني كل مظاهر يعني للإنسان وحقوق الإنسان في اليمن هي أساس الكارثة، وتنعكس طبعا في مصادرة الحياة السياسية، في إخباد الأنفاس، في طمع الحريات الصحفية. يعني كما أشار التقرير وسمعت يعني الزميل يعني نبيل، هناك 27 صحفي إلى الآن يعني شبه مختطفين ومخفيين،
ويعني يقدمون لمحاكمات يعني هزلية، أحيانا محاكمة في جلسة واحدة أو جلستين يحكم بالإعدام. يعني الحالة في اليمن حالة كارثية، وبالفعل يعني الآن اليمن تتصدر قائمة البلدان الأكثر خطورة على حياة الصحفي، والكل مشاعل ينطبق عليها قول السيد المسيح: من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. تتفاوت هذه الجرائم من طرف إلى طرف حسب الإمكانات والقدرات والنفوذ الموجود في البلد لهذا الطرف أو ذاك، ولكن كل الأطراف بدون استثناء ضالعة ومعادية لحرية الرأي والتعبير والصحفيين، ويعتبرون الصحفيين هو الأخطر لأنه يكشف الحقائق ويكشف جرائم الحرب ويكشف حالة الفساد والطغيان والدمار الذي تتعرض له اليمن. ولذلك يعني أفهم منك سيد عبد الباري، يعني في مسألة تحمل المسؤولية جميع الأطراف هي من تتحمل المسؤولية، ولا يوجد يعني بنظرك يعني طرف يتحمل السبب الرئيس فيما لحق بالصحفيين؟ لو في طرف رئيس أهلا وسهلا، لكن أنصار الله وارثين، الشرعية وارثين. وارطين في المسألة، والجرم لازم يتحمل كل إنسان الجريمة حسب ما اقترف من جرائم. يعني أنا لما أقول أن الكل وارط، لا أريد إعفاء طرف. التقرير نفسه يشير إلى انتهاكات موزعة بالملي بين كل هذه الأطراف المنتهكة. طبعا الموجودين في تحت سلطة الأمر الواقع يسيطرون على غالبية على 11 محافظة، على ثلثي السكان، قد هم أكثر يعني بالفعل تهديد لحياة الصحفيين. لكن الطرف الآخر أيضا بمستوى معين بقدر بهذا القدر أو ذاك مشترك في جريمة القمع الحرية والرأي العام والتعبير في اليمن. نعم. ليس هناك طرف يمتلك سلطة في اليمن في الشمال أو في الجنوب أو قوة للإرهاب، حتى أطراف مجهولة واضح جدا أنهم نعم. إذن سيد عبد الهادي تسمعني؟ نعم. إذن تكرم بالبقاء معي، أو عفوا سيد عبد الباري تكرم بالبقاء معي. سأشرك أيضا معنا في الحديث، سينضم إلينا من تعز الصحفي أحمد شوقي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك سيد أحمد. يعني ما الذي يعني استمرار تصدر اليمن لأعلى الأرقام في الانتهاكات الصحفية؟ يعني أن البلد أصبح في وضع متدهور، بحيث أنه لم يعد يتقبل حتى مجرد وجود ناقلي المعلومة أو ناقلي الأخبار من الصحفيين والإعلاميين. يعني أيضا أن هناك يعني قمعا شديدا جدا تمارسه جماعة الحوثي، وهناك إهمال يعني يكاد يكون متعمد من قبل الحكومة الشرعية التي تحولت إلى يعني مجموعة من المؤسسات المنفصلة في أدائها وعملها، ولم توفر حتى الآن أي بيئة سليمة لعمل الصحفيين في البلد، وجعلتهم عرضة سواء كانت المنفردة أو الأجهزة الأمنية أو غيرها، أو سواء حملات الإساءة والأفجاء أو حتى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تنهش في الصحفيين. وبالتالي أعتقد أن الصحفيين في اليمن هم أكثر فئة مضطهدة حاليا من بين الفئات الوظيفية و يعني الأشغال المتعلقة بالرأي العام. كذلك هم الآن يتعرضوا ل يعني حالة يعني سيئة جدا من الفوضى التي أصبحت منتشرة من قبل بعض الأجهزة التي تقوم بالاستعانة بمجموعة من الكوادر أو الأفراد غير المؤهلين، غير الجاهزين للعمل الصحفي، غير المتخصصين للقيام ب يعني الفعل الإعلامي وفقا لتحيزات مناطقية أو حزبية أو قهوية أو مؤسسية. وبالتالي فالصحافة الحرة في اليمن تعاني اضطهاد مركب ومريع ومختلف حتى من حيث المصادر أو من حيث الأدوات أو من حيث تقنيات الأصول. نعم. إذن ابقى معي سيد أحمد. أعود إليك سيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين.
يعني سيد نبيل، هناك مجالس لحقوق الإنسان بين فترة وأخرى تعقد بشأن اليمن وبشأن الحريات بشكل كامل، أيضا هناك جلسات مشاورات بين الأطراف اليمنية بين فترة وأخرى، قضية الصحفيين، ألا يعني يوجد يعني اهتمام أو متابعة من قبل النقابة في مسألة يعني السعي لجعل يعني عمل أو مهنة الصحفي محيدة عن الصراع القائم بين الأطراف، وأيضا يعني انتزاع التزامات من أطراف الصراع في مسألة عدم التعرض للصحفيين؟ بالفعل كان لنقابة الصحفيين دور في عرض قضايا الصحفيين والانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في اليمن لدى مختلف الجهات في مجلس حقوق الإنسان ولدى المفوض السامي وأيضا لدى المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وأيضا لدى الجهات وأطراف المفاوضين والأمم المتحدة والمبعوث الأممي الحالي والسابق والذي قبله يعني، والنقابة دائما تطرح. لكن دعونا نقول بصراحة، ما دامت هذه الحرب قائمة فإن الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين سوف تستمر، لأن جميع الأطراف يعتبر أن الصحفي عدو وأنه ويطلب من الصحفيين أن يكونوا أدوات بأي طرف من الأطراف. صحيح أن هناك توحش من قبل جماعة الحوثي إزاء الصحافة والصحفيين باعتبارها الأكثر انتهاكا منذ 3 أعوام بحسب التقارير والتقارير الصادرة عن النقابة والتقارير للمنظمات الدولية. منظمة مراسلون بلا حدود تصنفهم بعد تنظيم داعش الإرهابي في عملية صيادي حرية الصحافة والمعتدين على الحريات الصحفية. أيضا هناك نقطة مهمة في هذا السياق الملاحظ خلال الأعوام الماضية حتى الآن، هناك حالات كثيرة من الاعتداءات والانتهاكات والقتل أيضا للصحفيين قامت بها جهات مجهولة، وهذا الرقم مخيف جدا. يعني هناك تقريبا في هذه العام 4% من حجم الانتهاكات قامت بها جهات مجهولة، وغيرها في العام الماضي 39 حالة انتهاك قامت بها جهات مجهولة. ما أريد أن أشير إليه أن قيام جهات مجهولة دليل على أن هناك انفلات واضح أمني في جميع المناطق، وبالتالي الصحفيين هم الأكثر استهدافا جراء هذا، الأكثر تضررا جراء هذا الانفلات الأمني. وبالتالي ما يحدث خلال ما يحدث حاليا أو خلال المرحلة القادمة لن يتأتى بشيء أفضل ما لم تتوقف هذه الحرب. وأيضا تعود مسألة الحرية الصحفية للتعافي بما يجب من التزامات سياسية إزاء الصحافة والصحفيين. أما الآن فالجميع يعتبر الصحفي عدو، وبالتالي كان من المفترض أن الحكومة الشرعية للأسف الشديد خلال 3 سنوات بدأت نسبتها ترتفع في الاعتداءات على الصحفيين. يعني في العام الأول من الحرب كان تقريبا أكثر من 80% من الانتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي، لكن بدأت يعني ترتفع نسبة الاعتداءات من الحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية وأيضا من الجماعات المسلحة التي تتبع الحكومة الشرعية. مثلا في تعز أيضا هناك جماعات مسلحة، أيضا في عدن أيضا الحزام الأمني وغيرها، وفي حضرموت أيضا هناك صحفيين تعتقلهم القوات الجماعات المسلحة التي تتبع شكليا الحكومة وإداريا تتبعها، لكن في الأسف هي لا تتبعها يعني بالمعنى الحقيقي، ومع ذلك تتحمل الحكومة المسؤولية. نسبة الاعتداءات التي تقوم بها الجماعات المسلحة التي تتبع الحكومة ترتفع بشكل خطير، وهذا ما يجعل الصحفيين بشكل واسع حتى لا يوجد مناطق، بمعنى بالمختصر لا يوجد الآن مناطق آمنة للصحفيين في مختلف محافظات الجمهورية. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا من جنيف. أعود إليك سيد عبد الباري الطاهر، يعني ما الذي يمكن أن تقدمه الجهات المحلية وأيضا الدولية لمساندة الصحفيين وإيقاف الانتهاكات المستمرة بحقهم؟
يعني أنا يعني إضافة إلى ما ذكره الزميل الأستاذ نبيل، مسألة الحرب هي الكارثة الحقيقية. الحرب تهديد للحياة بمجملات اللي دمرت البلد، دمرت الحياة، دمرت يعني الحريات العامة والديمقراطية، وأهم وأخطر تهديد أيضا حرية الرأي والتعبير المصادرة في كل أركان اليمن، في كل بقعة من اليمن لم يعد هناك مكان آمن. والتعبير الحريات الصحفية، الصحفي في نهاية المطاف أيضا هو مواطن يمني. فالتهديد الذي تتعرض له اليمن يطال اليمن كلها، ويطال الإنسان اليمني، الأطفال، السلوك، النساء والصحفيين، لأنهم شهود الحقيقة. الصحفيين الشهود على جرائم الحرب، الشهود على الانتهاكات، الشهود على الطغيان والفساد والاستبداد وتدمير الكيان وتفكيكه وتمزيقه، هم أكثر عرضة لهذا الانتهاك. ولذلك كل الأطراف بدون استثناء تتشارك وتترافق في طمع الحريات العامة والديمقراطية وتهديد الحياة الصحفية في اليمن. نعم، إذا سيد عبد الباري، فقط يعني تساؤل هنا في مسألة الصحفي نفسه، يعني هل هناك مآخذ معينة يمكن أن تطرحها على الصحفيين في مسألة يعني أن يعني يحافظوا على أنفسهم وأن لا يكونوا عرضة للاستهداف من كلا أو من جميع الأطراف؟ يعني أهم شيء أن الصحفيين لا ينفاقوا إلى الحرب ولا إلى دعوات الحرب ولا ينخرطوا كأطراف في الحرب. مسألة الاستقلالية، احترام حرية الرأي والتعبير والاحترام الاستقلالية والحياد مسألة مهمة جدا، لكن المشكلة أن كل الأطراف مهددة بما في ذلك العاملين في أجهزة الدولة. الصحافة الحزبية ملغاة، الصحافة الأهلية موقوفة، الصحافة الحكومية أيضا هي الأخرى تتعرض لقطع المرتبات وللإيقاف وللتنكيل. فكل الصحفيين تحت حد السيف السواوي كما يقول نزار قباني، فكلهم يعني عرضة للتنكيل وعرضة للمصادرة والقمع، سواء الصحفيين الحزبيين المستقلين وحتى العاملين في مع هذا الطرف أو ذلك. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الباري طاهر، نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، كنت معنا من صنعاء. أذهب لضيفي الصحفي أحمد شوقي من تعز. سيد أحمد، لماذا أصبح الصحفي عدو للكل أو لكل الأطراف؟ يعني نرى أن الانتهاكات تتم من قبل الكل. في الحقيقة هو أنه الهدف من العمل مع الصحفيين يعني من قبل غير المؤسسات، سواء كانت المؤسسات الحكومية الشرعية أو الأهلية أو كانت مثلا المؤسسات الميليشياوية، هي تريد الصحفي أن يكون بوقا للترويج في يعني نتحدث عن مجموعات يعني صغيرة أصبحت تقود مناطق مغلقة، يعني في كل مدينة من المدن اليمنية هناك قيادات وسطى أو قيادات صغيرة أصبحت هي تشكل عناصر استقطاب منفردة، وتريد من الصحفيين العاملين لديها سواء كان في إطار المجموعة أو إطار الانتماء الفكري الذي تحمله أو الذين يختلفون معها أو المستقلين شأن يعملوا حسابها، وبالتالي أصبح الصحفي في كل لحظة وفي أي لحظة هو عرضة للاستهداف حتى من جماعته ذاتها إذا لم يكن يعني يسير على الموجهات أو الأفكار التي تريدها هي. وكذلك اختلاف الأشخاص واختلاف الأفراد والقيادات عفوا يعني في هذه المناطق يجعل الصحفي عرضة أيضا لأجراءات انتقامية عما كان أدلى به من مثلا عمل أو جهد أو تحقيقات أو تصريحات أو غيره، وبالتالي الآن الصحفي يعني تحت السياسة أيضا هناك مستمع يعني الاستاذ الباري اشاد لها بشكل عارض، وهو العاملين في المؤسسات الحكوميه يعني الصحفيه وكذلك المؤسسات الاهليه وكذلك الصحفيين المستقلين اصبحوا الان تعرضوا لعمليه ابتزاز كبيره جدا من قبل يعني ابتزاز ممكن ان نسميه بالابتزاز الناعم لكنه لا يقل ايضا اذى وخطوره عن الابتزاز الخشن، وهو الضغط على الصحفيين بحيث انه كل من يختلف من الصحفيين مع اي مثلا قوه او مجموعه
تتحكم بالامور في اي مكان داخل اليمن يتم محاربته وان كان بوسائل غير مباشره. هناك اشخاص يتعرضوا لاعتداءات، لانتهاكات، لاعتقالات، لاغتيال، لاخفاء، لغيره، وهناك اشخاص ايضا يحاربون مثلا في ارزاقهم، في وظائفهم، في عيشهم، في وبالتالي الصحفي هو الشخص الذي اكثر شخص رد منه ان يكمم فمه. لذلك الان نشهد خلال المرحله الماضيه يعني من الحرب وجود تقريبا جيل جديد جدا من الصحفيين هم ممن يعني جهزتهم هذه المجموعات او هذه القيادات او هذه الكيانات للعمل بمصلحتها، وهم من خارج العمل الصحفي ومن خارج المؤسسه الصحفيه، ولكنهم بارعون جدا في مساله التطبيل والتلفيق وخوض المعارك الجانبيه والاشاعات والتشهير والتضليل للراي العام والتثبيت عليه. وهذه انا اعتقد من وجهه نظري انها جريمه يعني ليست اقل اهميه من جريمه الاعتقال الصحفي او الاعتداء عليه او ملاحقته او الاساءه اليه باي شكل من الاشكال. نعم، لكن سيد احمد يعني في لو تطرقنا الى دور يعني نقابه الصحفيين اليمنيين فيما يخص حمايه الصحفيين، ويعني ما الذي يمكن ان تقدمه هذه النقابه في ظل يعني الحرب المحتدمه في الداخل؟ يعني مع كل التقدير للكيان النقابي نقابة الصحفيين اليمنيين وكونها واحدة كانت يعني واحدة من أنجح النقابات التي حافظت على المهنة وعلى يعني منتسبيها إلى حد ما يعني في السنوات الماضية والعقود الماضية، لكنها مع الأسف الشديد خلال الفترة يعني الأخيرة وخصوصا مع تأخر عقد المؤتمر العام للنقابة حدث هناك تفكك في البنية القيادية للنقابة، خصوصا أن عدد من القيادات ساعدوا بأمور بعيد لأن عاش بركم شخصية ككتاب أو صحفيين، ولكن لم يكن لهم قدره او جهد او استطاعه على القيام بالمهام الاداريه، وبالتالي الجهد المتركز الان الذي يحدث في اليمن في نقابه الصحفيين اليمنيين هو متركز على بعض من الزملاء تقريبا في مقدمتهم الزميل العزيز نبيل الشيدي، والذين يعني بذلوا جهد خلال المرحله الماضيه في كشف الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين والتضامن معهم، لكن تبقى هناك عمليه الاتصال بالمنظمات الدوليه مثل الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك المراسلون بلا حدود وغيرها من المنظمات من اجل استيعاب هؤلاء الصحفيين على الاقل. يعني هناك يجب ان يكون هناك مشاريع من اجل انشاء مؤسسه صحفيه مستقله من جهه، ومن جهه اخرى ايضا الرقابه على المؤسسات التي او الجهات التي تقوم المتهمه بعمليه الاعتداءات، على رفع الصوت عاليا فيما يخص الاعتداء على الصحفيين. انا اعتقد بانه اذا نجحت المؤسسه الدوليه والوطنيه في يعني مساعده الصحفيين على ان يتجاوزوا على الاقل الحد الادنى او ابسط قدر ممكن يستطيع فيه العمل داخل البلد، ان اليمن سوف يتحسن وضعها تدريجيا، لانهم سيساعدوا في نقل المعلومه بشكل صحيح وسيساعدوا في التاثير الايجابي على الراي العام المحلي وعلى الراي العام الخارجي من خلال نشاطهم الاعلامي والصحفي والمهني، مما سيساعد تلقائيا يعني تكفيف منابر تغذيه الاحقاد والصراعات التي توجد في البلد، وكذلك كشف كل من له مصلحه في استغلال البلد والتجاره في هذه الحرب، وتساعد ايضا في مكافحه الفساد. اعتقد انه هذه الاشياء ضروريه جدا بالنسبه للاخوه في النقابه الصحفيه، خصوصا الاخوه في جنيف كما قلت لك الاستاذ نبيل السيدي والزملاء الذين معه، وهم قادرون على ان يقوموا بمثل هذه الاتصالات في الجهات الصحفيه الدوليه. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر الصحفي احمد شوقي، كنت معنا من محافظة تعز. وبهذا القدر نكتفي مشاهدينا ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي أيضا السيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين كان معنا من جنيف، والشكر أيضا لنقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق السيد عبد الباري طاهر كان معنا من صنعاء. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.